اهلا بحضراتكم من جديد. ويمكن مساء الخميس اللي فات تم اصدار قرارين مهمين جدا لكثير من الناس، والحقيقه ان تطبيقهم هيغير كثير في الاوضاع الاجتماعيه الحاليه. طبعا القرارين دول يمكن زي ما قلنا في البدايه في الانترو هم قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي باصلاح منظومه الاجور والمعاشات، وموافقه الحكومه ايضا على قانون فصل المتعاطين من العمل نهائيا، واعتقد ده قانون في غايه الاهميه وبالفعل بدأ تطبيقه. ده بالإضافة طبعا لقانون أصحاب المعاشات اللي تم بتوجيهات من السيد الرئيس سحب الاستشكال القائم من الوزراء. هنتكلم النهاردة أكتر عن تفاصيل هذين القرارين، وهنقف عند آليات تنفيذهم مع ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو دكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية واستشاري شؤون البلديات الدولية. أهلا بحضرتك يا فندم، صباح الورد. أهلا على حضراتكم، صباح الورد عليكم وعلى الشعب المصري بصفة عامة. أهلا بحضرتك. وفي البداية عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن قرار سيادة الرئيس فيما يخص تعديل الأجور. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، أنا بوجه التحية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا القرار الجريء، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. القرارين أهم من بعض زي ما حضراتكم أشرت ليهم. أنا عندي بس عايز أدي زي ما بيقولوا كده جوب ديسكريبشن، وصف وظيفي للجهاز الإداري للدولة. احنا عندنا حاليا 5,400,000 موظف شغالين في 33 وزارة و27 محافظة. طبعا عندنا أكثر من 6,500 وحدة محلية إدارية. طبعا في علاوة دورية بتصدر في يوليو من كل عام، كل سنة من كل سنة 7%. طبعا ده على الأجر الوظيفي وليس على الأجر الأساسي، الحكومة عدلتها من 20% ل 75%. ولكن اسمحي لي بس أوصف قرار السيد الرئيس بالتعاون مع الحكومة ممثل في الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية. القرار ده هيخلص خلال 30 يوم، عدى منهم تقريبا 3 ايام زي ما حضرتك اشرت، يعني فاضل 27 يوم مثلا. 27 يوم. واعتقد لما تدخل الرئيس في الموضوع الموضوع لازم هيتحسم وبسرعه كبيره جدا. القرار ده مشكل من السيد وزير الماليه، مشكل من وزيره التضامن الاجتماعي، لان هي مسؤوله. حضرتك بتتكلم بس على القرار اللي بيخص المعاشات. بالظبط. على المعاشات، وحاجه لحضرتك بالنسبه للاجور، لان طبعا زياده الاجور، زياده الاجور، لان طبعا زي ما حضرتك عارفين واشرت ضمنيا ان المعاشات مرتبطة بالأجور. بالأجور. فطبعا لأن حضرتك عندنا 9 مليون مستفيد من المعاشات، ده طبقا لاتحاد المعاشات في مصر. 9,800,000 تقريبا. 9,800,000، منهم 5 مليون مما يتقاضى المعاشات بيتراوح أجورهم بين 500 و550 جنيه فقط. 5,200,000. 5 مليون و500,000 مواطن فقط. كان الاول 200 جنيه و300 جنيه، وبنوجه تحية للحكومه رفعتها خليتها دلوقتي 500 جنيه. فطبعا اعتقد ان القرار ده هيبقى قرار صائب، خاصه مشكل من وزير الماليه ومشكل من رئيس المقررات العامه ومشكل من وزيره التضامن الاجتماعي ومشكل من دكتور مصطفى مدبولي، ولازم خلال 27 يوم الموضوع ينتهي تماما. اعتقد هي لسه لغايه دلوقتي ما فيش اليات وضحت لتنفيذ القرار، ولكن انا بوجه مجموعه توصيات كمتخصص كاستاذ في الاداره الحكوميه والمحليه، بوجهها للحكومه. واحد، فصل مساله ان يتم انشاء هيئه للمعاشات والتامينات مستقله تتبع رئاسه الجمهوريه. وزيره التضامن الاجتماعي حتى من الاسم المسمى، يعني التنظيم هو تحديد خصائص المسؤوليات، هي مختصه بالشؤون الاجتماعيه والجامعات الاهليه والجامعات الخيريه والضمان الاجتماعي، ما ينفعش ان انا اضم ليها الضمان الاجتماعي. واعتقد ان الحكومه ماضيه في هذا القرار ده. واحد. اثنين، ان يطبق عليهم اللي بيحصلوا على المعاش يطبق عليهم الحد الادنى للاجور هو 1,200 جنيه. يعني طبعا عندي القانون بيقر الحد الادنى للاجور اللي هو 1,200 جنيه، واعتقد ان الحكومه ان شاء الله هتكون ماضيه في هذا القرار خلال الفتره القادمه. هل ده المتوقع؟ المعاشات دي في المؤسسات الحكوميه فقط ولا بتشمل النقابات العماليه ايضا؟ هي حضرتك بتشمل النقابات العماليه، بتشمل العاملين في الجهاز الاداري للدوله هو 5,400,000 موظف، تشمل العاملين يعني نقابه مثلا المهن السينمائيه، نقابه الصحفيين، يعني كل المعاشات اللي خارجه من النقابات دي بتشمل طبعا العاملين في النقابات المهن السينمائيه، العاملين في النقابه العامه للاعلام والصحافه التمثيليه او الى اخره، هي شامله العاملين فعلا، لان طبعا عندنا شركات قطاع الاعمال العام
وشركات القطاع العام واللي عاملين في الجهاز الحكومي وكمان اللي عاملين في القطاع الخاص المؤمن عليهم تمام. طبعا وعايز أأكد ان 70% للاسف الشديد من العاملين من القطاع الخاص غير مؤمن عليهم لاستغلال بعض رجال اعمال واجورهم هزيله، تأميناتهم هزيله بتتراوح بين 50 جنيه و150 جنيه ويمضي على استمرار 6 الاخير. ولكن يعني انا بوجه رساله للسيد معالي وزير القوى العامله، الرجاء سرعة إصدار قانون العمل، لأن احنا عندنا 27 مليون مواطن يعمل في القطاع الخاص. أعتقد أن الحفاظ على تأميناتهم شيء ضروري للغاية. طبعا بالنسبة لملف التأمينات كمان الحكومة يعني وزيرة التضامن الاجتماعي بوجه لها التحية الدكتورة غادة والي قالت لهم 5 علاوات بقرار من المحكمة الإدارية العليا، وقالت أنا همنحكم 5 علاوات اللي فاتوا على مدار 5 أو 6 سنوات. تقدر ال5 علاوات تقريبا في المتوسط بقد ايه؟ لو حسبناها حضرتك بتتراوح بين 80 جنيه وبين 300 جنيه، ده المتوسط. وقالت فعلا سيتم منحهم. الجديد بقى في الموضوع ان اصحاب المعاشات ليهم 640 مليون جنيه لدى الحكومه. والحكومه استشكلت يعني على قرار المحكمة الإدارية العليا، وقالت من خلال طبعا مفوض الدولة فتدخل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشكورا ووجه له التحية وقال اسحبوا الاستشكال، ووجه السيد وزير المالية وقال له 640 مليون جنيه في الموازنة الجديدة ويتم ردهم لأصحاب المعاشات. واعتقد ان ده موضوع قديم، 640 مليار جنيه ده من ايام الرئيس الاسبق حسني مبارك حقيقي ووزير الماليه الاسبق كمان. خلينا نسال حضرتك يعني ده هيستفيد منه ازاي اصحاب المعاشات؟ يعني الرقم الضخم ده لما حد يكون بيسمع دلوقتي عايز يعرف هو هيستفيد منه ازاي. اول استفاده انا بقول للسيده وزيره التضامن الاجتماعي لازم الاقي ممثلين من النقابات العماليه ومن اصحاب المعاشات ومن اتحادات المعاشات، لازم يبقى حضرتك موجودين. ما أقول حضرتك آلية التنفيذ، الحكومة لم تعلن على آلية التنفيذ لأن الوقت لم يسعفها، احنا بقالنا يومين. لازم يبقى موجودين داخل مجلس الإدارة عشان هم بيعبروا عن الشارع المعاشي زي ما بيقولوها باللغة الدارجة. ده رقم واحد. رقم اثنين، لا يصح أن يبقى عندي قانون رقم 79 لعام 1975 يدعى قانون التأمينات والمعاشات، دخلنا فوق ال 40 سنة ولم يتم تعديله حتى الآن. واعتقد ان السيد الرئيس وجه، يعني احنا بنسال السؤال ده لان في ناس متخيله ان الاموال دي هتتوزع على اصحاب المعاشات. ما انا بقول لحضرتك لان السيد الرئيس وجه بتعديل القوانين. قال شرعوا قوانين عشان نخلص من الموضوع. يعني ممكن مثلا في هذا التشريع تتمثل في ان يكون مثلا في مشاريع ريع او استثمارات خدمات اتفق مع حضرتك تماما. 640 مليار جنيه سيتم تدويرهم في مشروعات عامه تعود بالنفع على اصحاب المعاشات وطبعا اللي بياخد 500 جنيه مش عايز ادي رقم لان طبعا الدراسه لم مش حضراني دلوقتي، اعتقد ان اقل واحد فيهم مش هيقل عن 2000 جنيه. طب ان تم توزيع 640 مليار جنيه بصوره مباشره بصوره دوائيه. الحكومه لم تعلن على آلية التنفيذ، وبدعو الحكومه ممثله في الدكتور مصطفى مدبولي سرعه اعلان التنفيذ واليات والاستفاده من اصحاب الخبرات في هذا الشان. ده جانب. الجانب الثاني طبعا اعتقد ان الحكومه هتكون ماضيه في ربطها بالتضخم. لازم ربط الاجور الخاصه بالمعاشات بالتضخم وارتفاع الاسعار وغلاء المعيشه والى اخره. طب ايه علاقه وضع الاجور بالتضخم؟ يعني حضرتك علاقه وضع الاجور بالتضخم، لان عندي مثلا حضرتك مثلا لو ارجع مثلا للمعاشات على سبيل المثال، اللي شغالين في التربيه والتعليم انا على المستوى الشخصي اعرف ناس فيهم بيقول لي انا بقالي 26 سنه باخد 1100 جنيه معاش. شغال في البريد المصري باخد 938 جنيه. شركات قطاع الاعمال العام بياخد 800 جنيه. فطبعا في انخفاض كبير جدا جدا في مساله المعاشات. ولكن انا عايز اوضح للساده المواطنين واطمنهم اطمئنان تام. طبقا للقانون الخدمه المدنيه رقم 81 لسنه 2016. بس ده هيطبق بدايه من عام 2021، يعني قدامنا تقريبا سنه او سنتين. كان اللي بياخد حضرتك مثلا بقول على سبيل المثال بياخد 1000 جنيه كان بياخد فقط 200 جنيه معاش، لان كان بياخد 20% من الاجر الثابت بتاعه. الحكومه غيرت بالتعاون مع مجلس النواب خلته 80%. اللي كان بياخد 1000 جنيه هياخد 800 جنيه، اللي بياخد 10,000 جنيه هياخد 8,000 جنيه، ولكن سيطبق ده هيبدا من 2021 من عام 2021. تمام. فطبعا ده مهم جدا جدا في مساله التامينات، ويعني في ملف التامينات والمعاشات. وبنحب نطمئنهم، ولكن يعني احنا أأمل من مجلس النواب ممثل في اللجان الاتيه: لجنه القوى العامله،
عليكم عبء كبير لتنفيذ قرارات السيد الرئيس في بما يخص قانون الخدمة المدنية 81 سنة 2016. عليكم عبء كبير جدا في عندنا 300,000 موظف شغالين في قطاع في قطاع الأعمال العام والقطاع العام. وزارة لجنة التضامن الاجتماعي ممثلة في قيادات اللجنة عايزين نشوف قانون جديد للتأمينات المعاشات عشان أصحاب المعاشات يستريحوا، خاصة إن هم طبعا يعني طبقا الإحصائيات طبعا اللي بتخطى الـ60 بيبقى عنده أمراض زي السكر صحيح. زي الضغط إلى آخره. طيب وإحنا بنتكلم عن منظومة يعني إصلاح منظومة الأجور، عايزين نعرف بشكل عام إيه قواعدها وإيه اللي متوقع من تعديل القواعد دي أو الإجراءات، يعني إيه اللي متوقع من الإجراءات الإصلاحية اللي هتتم؟ أنا بحيي حضرتك على الأسئلة المباشرة. رقم واحد، أنا عندي قانون يدعى قانون الموازنة العامة رقم 53 سنة 73، ده لازم يتعدل. لان العلاقه بين المواطن وبين الحكومه او الجهاز الاداري هي قوانين. هنا حضرتك احنا بنقول لازم يتعدل، هل هو بالفعل بناء على توصيات الرئيس هيتعدل ولا هو ده احنا بنطرحه للتعديل؟ أأمل الكره دلوقتي في ملعب مجلس النواب. انا شايف ان مجلس النواب يعني يحاول يشتغل اكتر من كده في تشريعات القوانين، ويحاول يستفيد من اساتذه الجامعات ومن اصحاب الخبرات في هذا الشان والمختصين او الوزراء السابقين او المحافظين السابقين او الاخره. يبقى انا عندي حضرتك اليه التنفيذ تعديل قانون رقم 53 سنه 73 اللي هو قانون الموازنه العامه للدوله، زي ما حضرتك طرحته بالنسبه لاصلاح منظومه الاجور، ده واحد. اثنين، تعديل قانون رقم 81 سنة 2016 قانون الخدمة المدنية المسؤول عن 5,400,000 موظف شغالين في 33 وزارة و 24 عفوا و 27 محافظة. وعايز أقول على مفاجأة للأسف الشديد، بس ده يعني تراكمات لعقود سابقة، احنا عندنا فقد بس يعني عندنا 12,707 قانون ولائحة وقرار بيحكموا الجهاز الإداري للدولة. فيعني انا شايف ان مجلس النواب يعني هو طبعا مجلس النواب شغال، بس عايزين فعاليه اكتر من كده، عايزين شغل اكتر من كده. شايف ان ده عدد كتير قوي جدا من طبعا طبعا جدا، والاحصائيه دي صادره عن وزاره التخطيط والاصلاح الاداري العام 2016 احصائيات رسميه. فطبعا تضارب القوانين والصلاحيات على الفساد. يعني انا هقول لحضراتكم مفاجاه، بتلاقي دايما القانون والثغره بتاعته معاه، يعني يعني حضرتك الحكومه اذا حبينا نربط الاجور والعاملين داخل الجهاز الاداري الدوله بمساله العاملين، الناس اللي بتتعاطى المخدرات داخل الجهاز الاداري الدوله، الحكومه بالكامل عملت وانتهت من مشروع قانون بيقول اللي هيتعاطى مخدرات هيتحبس، تمام، مشروع قانون وعملوا لجان. طب انا عندي القانون موجود زي ما سعادتك قلتي، طب احنا تضارب القوانين وكثرها ده بيعيق طبعا. القانون 81 سنه 2016 الماده 69 بتقول تنتهي خدمه الموظف للاسباب الاتيه: عدم اللياقه للخدمه الصحيه وذلك بالقرار من مجلس الطب المختص. يبقى حكومه بالكامل اجتمعت البعض 3-4 وزراء اجتمعوا عشان يعملوا مشروع قوانين وتعطيل ولجان. انت عندك بصوا في القوانين اللي عندكم بصوا. بس خلينا نقول ان ده معناه ان مفيش مذاكره للي موجود. لا انا ما بقولش مفيش مذاكره، بس عايز اقول يمكن ده قانون تاني صريح لمتعاطي المخدرات. انا عايز اقول لحضرتك ايه، انا بوجه توصيه للحكومه، لا تنقيط القوانين سوين. لو مفيش مذاكره امال ايه، ما حضرتك بتقول دي حاجه موجوده. لا ما انا بقول لحضرتك انا عايز اقول ايه بالنسبه للحكومه، الحكومه ما بتذاكرش. لا يعني حضرتك بتقول بدل ما تعمل له تشريع جديد، هو اوريدي القانون ده هو بالفعل موجود. لا انا عايز اقول نخلي عندنا زي ما بيقولوا كده ايه مانجمنت انفورميشن سيستم، نظام قاعده بيانات المعلومات والبيانات، يبقى عندي قاعده او وحده تشريعيه ابتدي انق يتم تنقيه منها المواد، وانا بوصي الحكومه القانون اللي تم اصداره اساسا موجود في بند واحد. خليني اقول برضو حضرتك، يعني يمكن طبعا انا يعني مش مختصه بهذه النقطه، بس يمكن فعلا احنا كنا محتاجين وضع قانون صريح، يعني يمكن القانون اللي حضرتك ارتونا دلوقتي فيما يخص الصحه العامه بشكل عام ده قانون صحيح لتعاطي المخدرات. ما هو حضرتك عايز اقول لحضرتك على حاجه، في القانون معروف ان هو بند عام واللائحه تفصيلية، تمام؟ اللائحة لا تحتاج إلى قانون من مجلس النواب ولا مشروع قانون. إذا وجد عندي النص صريح آليات التنفيذ اللائحة بتصدر من مجلس الوزراء. أنا بس اللي أنا عايز أقوله
الرجوع وتنقية القوانين وحاول اختصارها في العدد. صحيح. بحاول اوصل الحكومة. طب علشان نوضح للناس اكتر عشان يخافوا ايه الخطوات بقى العمليه فعلا اللي هيتم اتخاذها مع من يثبت تعاطيه المخدرات؟ طيب عشان نطمن برضو. كلام جميل. انا الحكومه فعلا طب سبب او مغزى القرار اللي طلع ده اللي هو حضرتك حادث الطرقات اللي مات فيها 21. الحكومه عملت شيء جميل جدا، بتقول قدام، بتقول للموظفين قدامكم بالظبط 3 شهور. طبعا مشروع قانون التشريعي يا اما يجي من مجلس النواب يا اما يجي من الحكومه، يعني اعتقد لسه هياخد كمان شهر لما يتم اصداره. بتقول لاي موظف، اي واحد فيكم متعاطي هنعالجه بالمجان تحت رقم 16023. وتم الصندوق ده، صندوق مكافحه المخدرات، تم توزيعه بالتعاون مع وزاره التضامن الاجتماعي في جميع المصالح الحكوميه. العلاج سري والبيانات الشخصيه سريه، وبتقول لكل موظف اي حد بيتعاطى مخدرات تعالى واحنا نعالجك بمنتهى الامانه وبمنتهى السريه. ده الجانب الاولاني. طيب في حاله الامتناع الموظف سيتم فصله تماما وفورا. ده جانب. الجانب الثاني في حاله امتناع الموظف على اخذ عينه سيتم حبسه او بغرامه على حسب القانون، مشروع القانون اللي اطلعت عليه داخل مجلس الوزراء. خليني اسال حضرتك حته في موضوع العينه ده، هل ده هيبقى بشكل مفاجئ؟ يعني عينه عشوائيه تتاخد فجاه ولا بيبقى في تنبيه قبلها؟ كويس، انا بحيي حضرتك على الاسئله القويه. هو في عده اليات. اول حاجه اللي لسه بتقدموا على وظيفه جديده سيتم اخذ العينات منهم. في حاله وجود شكاوي خاصه من بعض الموظفين. كمان المفاجاه الترقيات، مدير اداره مدير عام هيتم اخذ العينات كمان، هيتم بطريقه مفاجاه. لان طبعا اعتقد انا مش عايز اوجه اتهامات لحد، بس انا عايز اكد ان بتتكاثر مساله التعاطي في بعض، خلينا اقولها بدبلوماسيه شويه، في بعض اصحاب الجراشات واصحاب اللي هم السائقين او الى اخرهم. وطبعا معظم المهن الثانيه موجوده. انا عندي 5,400,000 موظف، الاغلبيه العظمى منهم محترمين، والنسبه انا ما عنديش احصائيه عن نسبه محدده، بس اعتقد لا تتخطى 1% تحت اي ظرف كان يعني. فطبعا هيبقى في يا اما حبس، يا اما في حاله الامتناع يا اما حبس حضرتك يا اما غرامه. وكمان الحكومه خلته يتظلم، بس التظلم على حساب الموظف. عايز عندنا معامل الخاصه بوزاره الصحه وهي موجوده في شارع الشيخ ريحان، موزعه في 27 محافظه. وطبعا في حاله من حق الموظف ان هو يتظلم لمصلحه الطب الشرعي، ولكن على نفقه الموظف. والحكومه كمان سهلت على الموظفين، عشان في بعض الناس من الموظفين بيتعاطى مواد تدرك تحت مواد مخدره زي الترامادول. قالت له اذا في روشته طبيه او في مستند طبي اخبرنا الاول قبل ما ناخد عينتنا. احنا عايزين نعرف ايه المهن او الوظائف اللي هيتعامل فيها الاختبارات اللي هو متعاطين المخدرات، ولو ثبت فعلا التعاطي ايه العقوبات؟ هي جميع المهن الشامله، ما فيش اي وزاره. عندي 33 وزاره ستطبق عليهم، بيتبعها طبعا 27 محافظه، 5,400,000 موظف. انا كمان بطلع مشروع القانون، مدير عام ومدير اداره وكل وزاره هيتم اخذ عينه، هيتم اخذ عينه التعاطي. ما فيش مهن معينه على الإطلاق. يعني لا احد فوق القانون، هيطبق على الجميع. في حاله اثبات بقى التعاطي هيكون ايه الاجراءات اللي هتتم؟ اولا سيتم فصله فورا نهائي من داخل العمل. طبعا في حاله الامتناع زي ما انا قلت حضرتك سيتم توقيع الغرامه او الحبس. كمان في نقطة حسب نص القانون، بس طبعا مشروع القانون لم يقرها، يعني الحكومة كانت حنينة شوية على الموظفين، ما قالتش هيتم، قالوا اللي هيمتنع عن أخذ عينة يتم حبسه، لكن اللي بيتعاطى مش هيتم حبسه، اللي يزي يتعاطى ما يتمش حبسه. أمال هيحصل في إيه؟ هيتم فصله، لأن حتى بنص القانون، قانون الجنايات بيقول إن اللي بيتعاطى بياخد من سنة ل3 سنين، اللي بيوزع المخدرات بيوصل للمؤبد. صحيح، واخد بال حضرتك؟ فطبعا هو تخفيفا عليهم كمان لن يتم حبس الموظف إلا في حالة الامتناع أخذ عينة. كمان أنا عايز أقول في حالة الامتناع وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية هيتم خصم 50% من الاجر اللي هو خاص بيه. وكمان الحكومه بحب اطمن الموظفين مديه لكل موظف 3 شهور، بتقول تعالى عالجك مجانا 3 شهور. صحيح. يعني الدنيا هتبقى كويسه.
شاء الله. إن شاء الله. طبعا إحنا بنشكرك شكرا جزيلا على هذه المعلومات دكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية واستشاري شؤون البلديات الدولية. شرفتنا يا فندم. صباحك صباح الورد. صباح الخير على حضرتك. صباح الورد حضرتك. بنشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا فاصل ونرجع لكم بفقرتنا الفنية، خليكم معنا.